السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم صبايا. اليوم أنا عم بعمل بلوزة لبنتي، جبت 6 مكبات على النمرة 5، 100 غرام، ستة يا ربي، 6 مكبات على النمرة 5. عم بشتغل أنا على السنانير اللف. الغرزة من مضاعفات العدد 7، غرزة فيها آجور، كلها آجور صبايا، يعني من بدايتها لنهايتها كلها آجور. أنا عاملة قطعتين منها، هاي قطعة وهاي قطعة صبايا، هاي قطعة وهاي قطعة. أنا ما بدي أعمل لها حفرة للكمام، بدي أعمل الكمام كمان نفس المبدأ، وحبيت فرجيكم إياها. وهي على اللبس بتبين إسا أكتر أحلى من منظرها هيك صبايا، لأنه بتفتح وتبين هي كلها آجور ومن سطرين، وكتير سهلة للمبتدئين، يعني كتير سهلة. رح فرجيكم بإذن الله، ورح نبلش نحن معكم خطوة بخطوة مثل ما شايفين صبايا، يعني بتفتح. أنا عاملتها من هون 88 غرزة، بنتي بدها إياها وسيعة، انتو بتعملوها مثل ما بتحبوا. أنا عم بشتغل هون على 4.5، بعدين طلعت على 5 صبايا، وزدت 6 غرزات، كل كم دور زدت غرزة، صاروا 88 غرزة، صاروا 93 غرزة بإذن الله. والرسمة كتير بسيطة، رح نساويها نحن وانتو بإذن الله. من مضاعفات العدد 7، يعني بتحطي 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 تنتهي العمل تبعك. والتقسيم تبعها كتير سهل صبايا، ولا بتضيع ولا بتخربط ولا شيء. أول شيء بنبتدي بغرزة، ومثل ما قلنا صبايا بدنا نقسم لكم على عدد صغير. غرزة الحافة، أول شيء بنبتدي بغرزة أمامية، غرزة أمامية 2 مقلوبين، دغري بترك خيطي لفوق، خيطي لفوق، باخد الاثنين مع بعض. شو صاروا معي هون؟ 6 4، برجع بقلب الخيط، باخد 2 مقلوبين. شو صاروا معنا هون صبايا؟ صاروا 7، وحدة أمامية 2 مقلوبين، لفة أخدت 2 مع بعض باللفة الفوقانية 2 مقلوبين. برجع أنا عم كرر هون، وحدة أمامية 2 مقلوبين، بترك خيطي لفوق، باخد 2 مع بعض، برفع الخيط، بشتغل 2 مقلوبين. انا رح احط غرزة للحافة كمان، بصير بلاها صبايا انا لانه هون مسطرة. هلا مثل ما شفتوا شو عملت، اخدت غرزة امامية 2 مقلوبين، اخدت 2 مع بعض بلفة الخيط لفوق، 2 مقلوبين بغرزة امامية هون، يعني انتهت اول وحدة صبايا. من هون لهون، يعني أنا انتهيت هلا من هون لهون، من هون لهون 7 غرزات صبايا. شفتوا 2 مقلوبين، 2 وجه، 2 مقلوبين، بوحدة مقلوبة. دور الظهر الشغل مثل ما بيجوا معنا تماما صبايا، نشتغلهم مثل ما بيجوا معنا. 2 أماميات، 2 مقلوبين مع اللفة طبعا صبايا، برجعوا بيجوكوا 2 وجه، وحدة مقلوبة، برجعوا 2، مثل ما بيجوا معنا تماما. بدكم تنتبهوا لهالخطوة، مثل ما بيجوا معنا بنشتغلون 2 ب2 بوحدة صبايا، 2 وجه، 2 قفا بوحدة وجه، وهي غرزة الحافة صبايا. هلا السطر الثاني، مثل ما قلنا سطرين رسمة تبعتنا صبايا، يعني هي كل وجه فيها شغل، ما في يعني كل دور الوجه فيه بدنا نعمل الشغل. غرزة الحافة ما لنا شغل فيها، هي بتضل معنا ثابتة، الغرزة الأمامية هي ثابتة صبايا، والاثنين مقلوبين هدول ثابتين كمان لآخر الشغل. هديك السطر السابق تركت الخيط لفوق، هلا بترك الخيط لتحت وباخد 2 مع بعض، باخد 2 مع بعض وبلف الخيط لفتين، بشتغل 2 مقلوبة، بشتغل
بشتغل وحدة أمامية، اثنين مقلوبين، هي عم عيد الرسمة صبايا. خيطي لتحت صار، باخذ اللفة واللي جنبها بالطريقة من تحت، وبلف الخيط لفتين وبشتغل غرزتي. مثل ما اتفقنا صبايا، ظهر الشغل مثل ما بيجوا معنا، الغرز ما بيتغيروا. وعنا بدكم تنتبهوا، عنا شغلات كتير ثابتة بالرسمة مثل ما انتبهتوا صبايا. الغرزة بالغرزة ثابتين، واثنين المقلوبين باثنين المقلوبين ثابتين، الحركة كلها باثنين اللي بالنص. هاي الحركة عنا دائما فيها اختلاف، يعني مرة بنخطب من هالجهة، مرة من هالجهة، مرة من هالجهة، مرة من هالجهة، تا يخلص العمل تبعنا. يعني مرة بنسوي أجور من هون، مرة أجور من هون، مثل ما شفتوا. أنا رح أحكيلكم إياها مرة تانية مشان تكون توضح عليكم بإذن الله. هلا بدنا نكرر السطر الأول صبايا. هاي غرزة الحافة، هاي غرزة الأمامية ثابتة مثل ما عنا صبايا، واثنين المقلوبين كمان ثابتين. هلا الاثنين هدول دائما الحركة باثنين هدول صبايا، مثل ما بيكون معي بالخيط لفوق، باخذ الاثنين مع بعض بهي الطريقة، بهي الطريقة باخذ الاثنين مع بعض. هاي اللف هون الخيط من فوق صار غرزة صبايا. تابع كمان الاثنين المقلوبين ثابتين، بشتغل كمان هاي الغرزة ثابتة، يعني الحركة كلها بهي صبايا. يعني هيك انتهى أنا عندي، هذا تكرار صبايا. هلا هون عم كرر مرة تانية، اثنين مقلوبين مثل ما هو الخيط، بشتغل الاثنين مع بعض غرزة وحدة، برجع بشتغل اثنين مقلوبين. وظهر الشغل مثل ما شفتوا صبايا، ما بدو شي، مثل ما بيجوا معنا تماما. الوجه وجه والمقلوبة مقلوبة، ما بدها شي صبايا. والغرزة اللفة بتكون مقلوبة كمان. اذا هيك سطر ظهر الشغل. شفتوا يعني ما فيها شي صبايا. هاي الغرزة اللي ختمناهم اثنين مع بعض، وهاي اللفة، وهاي الغرزتين، وغرزة مقلوبة، وغرزة الحافة. هلا رح اعمل لكم اياها المره الاخيره باذن الله، والباقي كله تكرار. بلشت توضح عليكم صبايا، يعني مره اجور من هون، مره اجور من هون. هلا بدون ما تقولوا بدي اعرف كيف انا، يعني هلا معناتها مبين واضح عندي، عملت الاجور من هون، معناتها هلا دور الاجور لازم يكون من هون. مره من البدايه، مره من ورا الاثنين. مثل ما عندنا هدول، هاي ثابته، واثنين المقلوبين ثابتين. بالدور الماضي تركنا الخيط هيك، هلا لا بننزله وبناخذهم الاثنين مع بعض بس من ظهر الشغل هيك صبايا. بلف الخيط وبطلع، بعمل لفه ولفه لانه بتجي الغرزه مقلوبه. وهي الغرزه صبايا، وهي اثنين مقلوبين. مثل ما قلنا هلا بنزل الخيط، باخذ الاثنين من هون صبايا، طلعهم من هون، بلف الخيط، بشتغل اثنين مقلوبين. هاي هي الرسمة صبايا مثل ما شفتوا. هاي ظهر الشغل تبعها صبايا مشان فرجيكم اياه. مثل ما شفتوا الدوار كيف ثابتة معنا، اثنين باثنين باثنين بوحدة باثنين، يعني هدول ثابتين. الحركة مثل ما انتبهتوا وشفتوا بالآجور الباثنين اللي بالنص، مرة من قبل الشغل، مرة من بعد الشغل، مرة من قبل الشغل ومرة من بعد الشغل. بدي أقولكم على ملاحظة بس صغيرة صبايا، مثلا نحن عم نشتغل، بتعرف كل إنسان متعرض إنه ينسى. مثلا أنا نسيت وما لفيت الخيط واشتغلت، بدور الوجه برفع الخيط وبطلعها غرزة، وكتير سهلة، ما بتو يعني مشان ما تعيدوا وتقروا كل الأدوار، بتطلعوها غرزة دغري صبايا. يعني مثلا من هون نسيتي ما لفيتي، هي بتطلعي غرزة من جنبها وبترفعيها وبتشتغليها، بتسويها اثنين، يعني بتضلي محافظة عليهم يضلوا هيك. مثل ما شفتوا وضحت بإذن الله، وأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.